بشير منصور رئيس هيئة التقويم القطري، وإن شاء الله هيقدم لنا ورشة مفيدة جدا تخص علم الفلك. فنرجو إن احنا نستفاد كلنا من الدكتور بشير، ودي فرصة لو عندك أي استفسار أي سؤال يخص الموضوع ده الدكتور مستعد إن شاء الله إجابة. كل تحية الدكتور بشير. القمر الصغير لما يغطي الشمس الكبير، الشمس بيحصل لها ايه؟ بتتكسر. ان حاجه صغيره خططها فبتتكسر، عشان ما حدش يغلط تاني زي الاخ اللي القمر. ولما الشمس تغطي الارض الكبيره تغطي القمر الصغير، يبقى القمر يحصل له ايه؟ كسوف. خلاص وصلت المعلومه؟ الكسوف دايما للشمس والخسوف دايما للقمر. طبعا دول ظواهر طبيعيه بنستفاد منها علميا، بنستفاد منها في حياتنا اللي احنا بنستخدمها يوميا والحياه اليوميه. مهمه جدا لعلماء الفلك والهواة. ودي لحظات وخاصه الكسوف الناس بتسافر لها. ممكن يعني انا في 2009 سافرت الصين تقريبا 14 ساعه عشان اشوف الكسوف. وفي 2006 نزلوا من مصر عملوا يومين في الجبل عشان يوصلوا الكسوف. فلحظات الكسوف دي عشان هي قليله جدا، لا تزيد عن 8 دقائق تقريبا باقصى الحالات، ممكن دقيقتين 3 دقائق اقصى حاجه 8 دقائق عمرها ما تحصل. الناس بتسافر وتشوف، وهتشوف صور دلوقتي لناس لا علاقه لها بالفلك ولكن محبه ان هي تصور الزهره. احنا عندنا الكسوف دي صور، بعض صور الكسوف كنا وصلناها في 2006. هي شكل الكسوف الكلي لما الشمس القمر يغطي الشمس تماما، تظهر لنا حاجه اسمها الهاله الشمسيه، هنتكلم عنها بالتفصيل. وده اسمه كسوف جزئي، القمر بيغطي جزء من الشمس، فالشمس بيبقى منها جزء اللي هو المنور دوت. وفي حاجه اسمها كسوف حلقي، القمر بيغطي الشمس الجزء الداخلي للشمس ولكن يتبقى حلقه منها. وده اللي احنا ان شاء الله هنشوفه في قطر في ديسمبر يوم 26 ان شاء الله. سنة. طيب هنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل ونتكلم فيها بشكل أفضل يعني مبسط. هنتكلم عن كسوف الشمس وعطارد. قطر عندها ثلاث ظاهرتين كويسين جدا. الظاهره الاولى هو عطارد، ان شاء الله هيحصل الاثنين القادم وهيوصل من قطارة، يبقى في تلسكوبات وفي مناطق مجهزه للرصد، هيبدا من الساعه 3:30 ان شاء الله لحد غروب الشمس. وفي كسوف شمسي يعتبر نادر لدولة قطر. ليه نادر؟ لأن نص دولة قطر هيشوف الكسوف على هيئة كسوف حلقة. النص الجنوبي هيشوفه حلقة. النص الشمالي هيشوف جزء، جزء بس من الشمس هيبقى. وهنتكلم بالتفصيل عنه. طبعًا هنتكلم الأول عن القمر وحركة القمر ودورانه، وهنتكلم عن الكسوف وأنواعه، وهنتكلم عن الكسوف الحلقي، وهنتكلم عن الغروب. طبعا القمر هو عباره عن جسم ايه؟ جسم معتدل. جسم لا يشع ضوء ولا يشع حراره ولا اي شيء. القمر ما هو الا عاكس ضوء الشمس زي مرايه. بتصدر بقى ضوء تبص المرايه تشوف تلاقي الضوء جاي. القمر ما هو الا كذلك. وده كده بعد كده لما يحدث الكسوف بتشوف القمر في حالته الطبيعيه. الارض بتاعه في النص هتهجم ضوء الشمس اللي سقط على سطح القمر، فالقمر بيبان لنا بالصوره المحتمله بتاعته. ما نقدرش نشوف القمر. تمام؟ القمر له مدار بيدور حول مدار الارض، جميل عليه ده 5 درجات و14 دقيقة، 5 درجات تقريبا. ده له سبب هنفسر فيه بعدين ايه هو السبب، بس نحفظ ان مدار القمر يميل على مستوى مدار الارض ب 5 درجات تقريبا. والقمر كل يوم بيتحرك 13 درجة في السماء إلى الغرب. يعني إيه؟ يعني إن كل يوم القمر بنلاقيه اتأخر في الغروب 15 50 دقيقة. النهارده نزل القمر قرب الساعة 6، بكرة نلاقيه هيغرب الساعة 56 دقيقة تقريبا يعني زيت أو تنقص، بعده نلاقيه 50 دقيقة كل يوم يتأخر، يبقى القمر في أول الشهر موجود هنا، ثاني يوم في الشهر اللي فوق وهكذا لحد ما يجي في آخر الشهر أو في نص الشهر القمر يشرق في يوم في البدء والشمس تغرب، بس زي كفتين وزان، ده بيغرب وده بيشرق، ده في نص الشهر.
فيرجع يتأخر 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 لحد ما يرجع للدورة تاني في أول الشهر عشان يرجع يكمل الدورة تاني. تمام؟ طب وانتجاه القمر الشرق هو القمر له يعني كل جرم سماوي له حركتين، حركة حول محوره وحركة في مداره، له مدار بيدور فيه وبرضه بيدور حوالين نفسه. فاتجاه القمر بيتحرك طبيعي من الغرب للشرق، كل الأجرام السماوية تقريبا بتتحرك من الغرب للشرق إلا كوكبين. هنسأل في مدار تمام؟ طبعا القمر زي ما قلنا بيدور كل مره في مدار كل 29 يوم ونص، وده بنسميه الشهر الايه؟ الهجري او الشهر القمري. من زمان جدا وكل التقاويم بتعتمد على تحت قيمه الشهر او متوسط الشهر بحركه القمر، حتى التقاويم الغير الهجريه. لان القمر هو المحدد للشهر. وكل 12 دوره للقمر بنحسبها كانها ايه؟ سنه هجريه. اللي هي تقريبا 365 يوم في الروح. طبعا عندنا انواع الشهر، في شهر اسمه شهر اقتراني، ده بيكون من اقتران القمر مع الشمس بالنسبه للارض الى الاقتران الثاني، ده بنسميه شهر اقتراني، ده تقريبا 29 يوم ونص. وفي حاجه اسمها شهر نجمي، ده بيبقى تقريبا 27 يوم وثلث. 27 يوم وثلث ليه؟ لان القمر ده أول مرة بيحدث اقتران في المنطقة دي، فالقمر والأرض اتحركوا مع بعض، بالنسبة للنجم ثابت أهوت. فبالنسبة للنجم ثابت القمر والأرض كملوا الدورة، بالنسبة للنجم دوت 27 يوم ونص. فالقمر محتاج يومين هو والأرض عشان يكملوا الدورة يوصلوا النقطة دي عشان يبقوا مع اقتران واحد بالنسبة للشمس، فده بنسميه الشهر القمري أو الشهر الاقتراني، واللي هو 27 يوم ده بنسميه الشهر النجمي. طبعا القمر كل يوم بتشوفه بأطوار مختلفة. هل كل يوم القمر بيبقى نفس الشكل؟ لا، كل يوم القمر شكله في السماء بيتغير. الشكل يبدا في هلال صغير في اول الشهر. الهلال في اول الشهر صغير، وبعد كده يبدا يزيد، بنسميها التربيع الاول بعد تقريبا 7 ايام. بعد كده الاحدب الاول، بعد كده البدر في منتصف الشهر، ويرجع يتناقص ثانيا حتى يصل الى هلال اخر الشهر. والفرق بين هلال اول الشهر وهلال اخر الشهر حاجة مهمة جدا، لأن في ناس بتقع فيها. إيه هي؟ وقت الغروب هلال أول الشهر يكون شكله الأعلى بالشكل ده. أول الشهر. في أول الشهر، لكن هلال آخر الشهر وقت الغروب بيكون شكله الأسفل. فديت من الحاجات اللي في ناس كتير جدا تترهق فيها لو تستطع الرؤية، يروح يقول لك أنا شفت القمر أو شفت الهلال، هو أصلا شاف هلال آخر الشهر، مش شاف هلال أول الشهر. تمام؟ طبعا نتكلم عن الحدث اللي احنا يعني ان شاء الله بنصدره، الكسوف الشمسي وانواعه مختلفه. الكسوف زي ما قلنا له انواع مختلفه، وشرط حدود الكسوف الاساسي ان الثلاث اجرام السماويه اللي هي الارض والقمر والشمس يكونوا مركزهم على خط استقامه واحد. ثلاثه على خط استقامه واحد خلاص يعرف ان في كسوف هيحدث. ولكن الكسوف دوت نتيجه ان الارض ان القمر بيعمل منطقتين على سطح الارض، منطقه اسمها شبه الظل اللي هي المنطقه دي، فاي مكان بيقع في المنطقه دي على سطح الارض بيحدث عنده كسوف جزئي. اي منطقه بتقع على هذه المنطقه شبه الظل دي بيحدث عندها كسوف جزئي. اما في بقى منطقه ثانيه اسمها منطقه الظل اللي هي جايه من مخلوط الظل الاسمر ده بيحدث عندها يا كسوف حلقي يا كسوف كلي حسب نوع الكسوف. تمام؟ يبقى كده اصبح عندنا انواع من الكسوف، الكسوف مش نوع واحد. عندنا الكسوف الكلي والكسوف الجزئي والكسوف الحلقي والكسوف المفترض هنتعرف عليه. طب ممكن واحد يسال طب ليه الكسوف ما بتحطش كل شهر؟ لما كل شهر ثلاث اجرام سماويه بيتابعوا على خط استقامه واحد المفروض. ولكن ليه بقى؟ حتى فكرة احنا قلنا مدار القمر يميل على مدار الارض كام؟ كام؟ 5 و14 من 5 درجات و14 مليون. فنتيجه لذلك ان كل شهر مستوى مدار القمر لا ياتي متساويا مع مستوى مدار الارض. مره يجي تحت زي ما احنا شايفين في الصوره دي، ومره يجي فوق زي ما احنا شايفين في الصوره دي. لكن لو حدث انهم ياتوا على نفس الاستقامه يحدث كسوف او كسوف. ده السبب ان ليه كسوف او كسوف لا يحدث كل شهر. نتيجه بين مستوى مدار القمر على مستوى مدار الارض تقريبا ب5 درجات.
كل ما يلتقي، هقول لك كم مرة، كم مرة الكسوفات والخسوفات لا تزيد عن 7 مرات في السنة، ربما تقل، لا تزيد عن 7 مرات في السنة، ولكن في الغالب دائما الكسوف بتبقى أعلى من الخسوف، يعني نسبة الكسوفات بتبقى أكثر من نسبة حجم الخسوفات. طيب، إزاي القمر الصغير دوت اللي هو حاجة صغيرة بالنسبة للشمس، الشمس على فكرة بتمثل كم من كل مجموعة شمسية؟ حد يعرف؟ كم؟ كم؟ بتضاعف 400 مرة. كم هو كتلة الشمس؟ الشمس بتمثل، احنا مش عندنا حاجة اسمها مجموعة شمسية؟ أخدتوها ولا ما أخدتوهاش؟ ما أخدتوش المجموعة الشمسية؟ اللي أخدتوها في ابتدائي؟ ها؟ سولار سيستم أخدتوها؟ طب الشمس بتمثل كم من كتلة المجموعة الشمسية؟ كم؟ الشمس بتمثل 99.8 من كتلة المجموعة الشمسية. يعني الكواكب والكويكبات وكل الأجرام التانية بتمثل 2%. فازاي القمر الصغير دوت يغطي الشمس الكبيرة اللي هي؟ الشمس ورا ساعات القمر ممكن يجي ورا الشمس اصلا، لان القمر بيدور حول الارض، بس ساعات بيروح ورا الشمس. نتيجة أول حاجة له عاملين، يا سبحان الله علاقة عجيبة، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عملها. أول حاجة إن قطب الشمس يساوي 400 مرة قطب الأرض، قطب القمر. قطب الشمس يساوي قطب القمر 400 مرة، يعني لو حطينا 400 قمر جنب بعض كده هو ده قطب الشمس. تمام؟ والعلاقة الثانية اللي ربنا عملها إن المسافة بين الأرض والشمس إلى الأرض، المسافة دي كده تساوي 400 مرة المسافة من الأرض إلى القمر. فكأن القمر قريب لنا أهو كده، ولكن الشمس بعيدة، فأنت لو حطيت كده ولو قدامك برج هناك على مسافة بعيدة جدا هتحط برج. هل كده لو في برج مبنى عالي جدا وأنت رحت جاي عامل كده إيدك كده؟ إيدك هتغطي البرج عن نظرك صح؟ ليه؟ لأن إيدك قريبة لك. تمام؟ طيب. قلنا أنواع الكسوف عندنا 4 أنواع، كسوف كلي وكسوف جزئي وكسوف حلقي وكسوف مختلط. امتى يحدث الكسوف الكلي؟ يحدث الكسوف الكلي اذا وقعت يعني اي منطقه على مخروط الزر. زي ما قلنا القمر بيعمل منطقتين اهي، منطقه صغيره دي اسمها منطقه الزر، ومنطقه ثانيه حواليها اسمها الهاله او شبه الزر. فاي بلد تقع في المنطقه اللي هي الزر دي يعني عندها كسوف كلي. الكسوف الكلي دوت وقت ما يحدث الكسوف الكلي تبقى حاجه عجيبه جدا، اي واحد يعني ممكن ينسى اي حاجه وقدام بس نظر الى الشمس، نقدر نشوف المنظر ده، حد شاف الشمس المنظر ده قبل كده؟ ده اسمها الهاله الشمسيه. وقت الهاله الشمسيه الانسان بيسيب الدنيا خالص، طبعا الدنيا بتضلم تماما لكنك في الليل، ولو في نجوم هتظهر في وقت الكسوف، وهتقدر تشوف المنظر اللي هو الهاله الشمسيه. بتبقى شكل طبعا عجيب جدا لانسان اي واحد يعني ممكن يعني في النهار كأنك دخلت في الليل تماما. تمام؟ طيب. في النوع الثاني اللي هو الكسوف الايه؟ الجزئي. الكسوف الجزئي دوت اللي هو بيبقى لنا بالشكل ده، الشمس بيتغطى منها جزء وبيبقى لنا اكنها ايه؟ يا هلال صغير يا هلال كبير على حسب نسبه الكسوف الجزئي، القمر هيغطي قد ايه من سطح الشمس. فالجزء اللي بيتبقى بيشوفه اكنه بالمنظر دوت كده او يكبر او يزيد على حسب الكسوف، حسب نوع الكسوف. وطبعا الكسوف ده بيحدث في المناطق اللي بتقع في حاجه اسمها منطقه شبه الظل، زي ما قلنا اي بلد هتقع في منطقه شبه الظل هتشوف الكسوف ده حدوده. وكل اي كسوف لازم يبدا جزئي وينتهي جزئي. يعني اي نوع كسوف لازم يبدا جزئي، ما ينفعش القمر يجي مره واحده بس مغطي الشمس، لا. وبيجي تدريجيا يغطي يغطي، فأي كسوف يبدا جزئي وبعد ما تنتهي مرحله الكسوف الكلي ترجع القمر ينتهي جزئي. يعني اي كسوف يحدث لابد ان يبدا جزئي وينتهي جزئي. تمام؟ ونسبه الكسوف الجزئي تختلف من مكان لمكان، ده ما هنشوف دلوقتي خريطه توضح لنا
المعلومه دي. الكسوف الحلقي اللي ان شاء الله هنشوفه في القطر ده بيحدث حينما مخروط الظل دوت بتاع القمر لا يصل الى سطح الارض. يعني القمر في الحاله اللي يكون ابعد شويه من الارض. القمر نقطتين بيقع فيهم كل دوره في مدار. نقطه بنسميها نقطه الاول اللي هي ابعد نقطه، ونقطه ثانيه بنسميها نقطه الحضيض اللي هي اقرب نقطه. القمر حينما يحدث كسوف ويكون في نقطه الاول يعني بعيد شويه ما يقدرش يغطي القطر الزاويه او قطر الزاويه بتاع القمر في الحاله دي لا يساوي تماما القطر بتاع الشمس. فبيعمل ايه؟ بيغطي الجزء الداخلي بتاع الشمس ويبان لنا الشمس وكانها حلقه موجوده. ده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في القطر. على فكره اخر كسوف حلقي حصل في القطر كان سنه تقريبا 1700. واول كسوف حلقه يحدث سنه بعد كده في القطر هيبقى 2200. فدي حاجه بقى يعني نادره كده الناس بتعمل اي حاجه تشوف الكسوف، لانه ممكن عمر الانسان يمر كله ويرى كسوف واحد. يعني الاستاذ الله يرحمه توفى عنده 90 سنه ما شافش الا كسوف واحد بس. لا استاذ كان رفض في الخرطوم 1752. استاذي اللي هو كان استاذ الدكتوراه، استاذ الدكتوراه. ما شك يعني استاذ له اسمه على مستوى العالم كله، ومع ذلك لم يرد الا كسوف واحد بس في حياته. فالانسان يعني اللي هو بيكون يعني لو حافظ ان هو يشوف اكثر من كسوف. هو 26 ديسمبر ان شاء الله. 26 ديسمبر هنتكلم عنه بالتفصيل. الأول والحضيض. الكسوف كله. لو القمر وقع في نقطة الحضيض وحصل كسوف يبقى الكسوف كله. منطقة تشوف الكسوف على هيئة كسوف حلقي، ومنطقة تانية بتشوف الكسوف على هيئة كسوف كله. كأني شو من زاوية تانية. الشكل موضوع بيوضح في المناطق اللي هي فوق عند الأقطاب المخروط الظل لا يصل إلى سطح الأرض. فبتشوف الكسوف حلقي. أما المناطق اللي في المنتصف بتقدر تشوف الكسوف كله. ففي الحالة دي بنسميه كسوف مختلط. طب الكسوف ده مش فايدة الكسوف ده مش بيصير كل سنة. إيش؟ عشان فايدة منه باش تصير يعني كل سنة. هقول لك دلوقتي الفايدة منه ايه؟ بسبب ليش متأكدين انه هيحصل كسوف يعني هو في الشهر بعد فترة هيحصل ليه متأكدين انه هيحصل كسوف يعني؟ انت لو راكب سيارة ورايح مكان على بعد 50 كيلو نسمع يا شباب؟ شباب نسمع بعد اذنك. انت لو راكب سيارة ورايح مثلا رايح مكان على بعد 50 كيلو وماشي بسرعة 100 كيلو هتوصل بعد قد ايه؟ توصل بعد قد ايه؟ نص. سمعت ازاي؟ عشان السرعة نفس الكلام، حركة الأرض وحركة القمر وحركة الشمس معروفة بالنسبة لنا. بنحسبها ونشوف أنهي النقطة اللي هيتقوا فيها مع بعض. نفس الكلام بالظبط. تمام؟ في سؤال كده؟ في القمر ايش؟ ابعد من الارض للشمس. يعني ابعد من الارض للشمس؟ يعني بالعكس. يعني في النص. ابعد مش في النص. القمر له مدار بيدور حول الارض. القمر بيدور حول في مدار حول الايه؟ عشان كده قلت لك القمر عمره ما يجي ورا الشمس. بس انا الاقرب للشمس القمر؟ انت ما تعرف القمر اقرب لمين؟ دلوقتي بنقول ايه دلوقتي؟ هذا سؤال. انت ما خدت بالك دلوقتي انا قلت ايه؟ قلت لك المسافه ما بين الشمس للارض تساوي 400 مره المسافه ما بين الارض للقمر. دي معناها ايه؟ معناها انا اقرب. ليه؟ انا اقرب. ايه الاقرب للارض القمر ولا الشمس؟ هو مختلف هو في مكان ساكن القمر، هو لا اسكان ما بين الشمس نسب حدوث يا شباب اكثر الانواع الكسوف حدوثا يعني ايه اللي بيحدث بشكل مستمر او بشكل كتير. في دراسه اتعملت سنه 2016 قالت ان الكسوف الجزئي بيحدث تقريبا 36% من نسبه الكسوف الصغيره.
ويعني الكسوف الحلقي 31%، يعني الكسوف الكلي 27% تقريبا، واخيرا الكسوف اللي هو المختلط او الهايبرد ده بيعمل تقريبا 6%. طبعا وقت الكسوف ما ينفع ان احنا ننظر للشمس بعيدا مباشره. ليه؟ لان الهاله الشمسيه بتظهر من الشفناها دي درجه حرارتها كام؟ 2 مليون درجه حراره. انت هتبص كده هتشوف حاجه ما تشع، يعني تتحرك طبعا كانها يعني تشع ضوء كده في السماء. فلازم الانسان يستخدم حاجه اسمها النظارات الشمسيه اللي هي دي كده، او اللي هي الاشعه. لازم تستخدمها عشان تقدر تستمتع بالزراعه رقم واحد. ثاني حاجه عشان تحمي عليك. ليش النظاره الشمسيه؟ ليش؟ نظاره الشمس الجلاس، يعني الجلاس ممكن معه الانواع لكن برضه يحافظ منه، لان النظارات اللي بتبقى بالشكل ديت بتبقى معموله من افلام خاصه عشان تحجب اشعه الشمس، تعمل سكاتر الاشعه اللي جايه تخفض الضوء اللي جاي عشان تقدر تشوف الشمس بشكل كويس. هيوزع شغل ان شاء الله يوم 11 مبرر قائم في الطاقه، لما يكون في عطار عطول عطارد هيتوزع نظارات المستهلكين النظارات. طبعا ايه اللي بيحدث اثناء الكسوف؟ اول حاجه درجه الحراره الطبيعيه ان هي تقل. ليه؟ لان الشمس هتتحجب، هيحجب ضوء الشمس. فدرجه الحراره هتحصل لها ايه؟ هتقل تقريبا درجه 5 درجات حسب الدراسات اللي اتعملت. ثاني حاجه النجوم هتظهر في النهار. النجوم اللي موجوده في السماء هتظهر وخاصه تكون بعيده عن الشمس. وده دليل على ايه؟ دليل ان النجوم موجوده ليل ونهار. في ناس تبقى تلاقي النجوم مش موجوده في النهار، لا هي موجوده في النهار. والدليل على كده بس الشمس ضوءها اقوى من كل الاجرام فبيغطي على كل حاجه. ودليل على كده لما يحدث كسوف نقدر نشوف النجوم، وناس اللي هم علماء بيصوروها وبيشتغلوا في علم النجوم بيشتغلوا بيصوروا النجوم الموجوده في وقت الكسوف. في ظاهره بقى الطيور في الوقت دوت تظن ان الليل رجع تاني، تروح جايه راجعه لاوكارها او لعشها تاني المده اللي بيحصل فيها الكسوف، وبعد كده اما يبدا النهار يطلع تاني الطيور تطلع من الشقه كده النهار جاي من جديد. مين اللي كان بيقول ايه الاهميه للكسوف؟ الاهميه للكسوف، اول حاجه ان احنا بنؤكد الحسابات الفلكيه. لما انا اصدر بيان في الصحف زي اللي احنا صدرناه امبارح عن عبور عطارد، نقول ان في مثلا خسوف قمري يوم 26 او يوم 25 الساعه 8 بالليل. الناس لما تبص تشوف القمر حصل له خسوف الساعه 8 بالليل هتاخد في الحسابات الفلكيه ولا لا؟ هتاخد في الحسابات الفلكيه. تمام؟ ده اول مع حاجه. ثاني حاجه بنتاكد من بدايات ونهايات الاشهر الهجريه. اللي هي احنا عندنا العبادات بتاعنا الدينيه بتقوم على هذه الايه؟ الاشهر. مش عندنا احنا بنصوم في شهر معين بنحج في شهر معين، ولو هنطلع زكاة مال لازم السنة الهجرية تمر، كل الأمور ديت بنحتاجها في الدنيا. فنتأكد منها ازاي؟ الكسوف يحدث في أول الشهر القمري. والخسوف يحدث في منتصف الشهر القمري. الخسوف يحدث حينما يكون القمر بدء. القمر يصل مرحلة البدء يبقى ده خسوف، لازم يحدث في المرحلة دي. يحدث كسوف حينما يكون القمر في مرحلة اسمها النحاق. اللي هي تسبق الميلاد. تمام كده؟ ادي تاني حاجة. تالت حاجة في حاجة اسمها الاقتران اللي احنا قلناه، بتحدث اقتران بالنسبة للقمر والشمس بالنسبة للأرض. لاحظ الاقتران ديت لا توصل تماما إلا في حالة الكسوف بس. في كل الأحوال الاقتران ديت بنعتمد عليها في بداية الشهر الهجري. هي دي اللي بتدينا الشهر الهجري هيبدأ إمتى. فلاحظ الاقتران ديت لا موصولها إلا في حالة الكسوف الشمسي فقط. تمام؟ وفي باقي الاشهر بنعتمد عليها في الحسابات الفلكيه. يعني بناخد منها في الحسابات الفلكيه في كل اشهر. بعد كده ايه الثاني؟ ان احنا بنصب طبقه الكورونا او الهاله الشمسيه.
نستطيع ان احنا نراها الا وقت الكسوف بس. طبعا الاحياء الشمسيه دي فيها عجائب وحاجات عجيبه جدا، الانسان الى الان لم يقدر ان يحصل على هذه الدرجه المئويه، في حين ان الطبقه اللي قبلها مباشره تبقى تقريبا 8000 درجه مئويه. يعني طبقه الكروموسفير اللي قبلها مباشره تبقى 8000، تيجي بقى تتحرك في الاحياء الشمسيه او الكورونا توصل 2 مليون درجه مئويه. ده تفسير العلماء لم يحصلوا له على حل دلوقتي. هم بيقصدوا الهاله الشمسيه في وقت الكسوفات عشان يقدروا يفسروا الحاجات دي. اخر حاجه اللي هي التيارات المناخيه. اللي بيحصل قلنا التيارات المناخيه الاشعه الشمس هتقل، الاشعه البنفسجيه هتقل، الاشعه الحمراء كل الاشعه درجه حراره تقل، كل التيارات المناخيه هتبدا تفوتها وقت الكسوف. واخيرا ان احنا ممكن نقيس قطر الشمس. نقيس قطر الشمس، ازاي نقدر نقيس قطر الشمس؟ طبعا احنا عندنا الشمس دائره. تمام؟ فالقمر لما يجي على اول التماس بتاع الدائره من الناحيه اللي هي اللي هيدخل منها، طبعا دي اول تماس، نحسب الوقت بالظبط هنا الساعه كام؟ تمام كده؟ والقمر احنا عارفين سرعته، وعندنا سرعه بتساوي ايه؟ مسافه على زمن، صح؟ السرعه بتساوي مسافه على زمن. فعندنا الزمن وعندنا السرعه، نقدر نجيب مسافه لو ما نقدرش. القمر هيتحرك من الناحيه الحافه اللي الشمس من هنا كده، هيتحرك يتحرك 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 لحد ما يوصل الحافه الثانيه هنا كده. دي كده هنعرف احنا سرعته القمر واخدنا الزمن بتاعه. حسبنا هنا دخل الساعه 7 مثلا وانتهى الساعه 8. هنجيب من العلاقه اللي احنا قلناها ان السرعه بتساوي مسافه على زمن، فنقدر نجيب المسافه اللي هي مسافه اللي هي قطر الشمس. وفي طبعا اهميات كثيره جدا، ولكن يعني اكتفي بذكر بعض الاشياء. طبعا في اهميه سياحيه للكسوف. الدوله اللي بيحصل فيها كسوف بتلاحظ بان يكون طبعا السياح او الناس الخاصه الناس الاجانب بيهتموا جدا بهذه الظاهره. يعني انا فوجئت اكثر من واحد حاجز وجاله في كسوف من قطر. ناس من المانيا وناس من روسيا وناس من دبي وناس من دول كثيره جدا، فوجئت اصلا يعني. علماء وهواة. وهواة يعني لا يقتصر علماء فقط. علماء وهواة. وعارفين الكسوف في كل حلقة يحدث فين، يعني أنا في الجنوب. أنا بكلم حد في مالك أنا هروح في الجنوب، أنا حجزت هوصل الظهر وأروح الجنوب. عارف الكسوف هيحصل فين. فطبعا بتبقى دي جذب السياحة الخارجية. ممكن نعمل حاجة اسمها سياحة علمية. السياحة العلمية اللي هي إيه؟ تنظيم مؤتمر على هامش الكسوف، تنظيم مثلا مدرسة فلكية، تنظيم مثلا ورش عمل، كل دي بتبقى اسمها سياحه علميه. انا اشوف الناس في الدول بتستنى الكسوف ازاي؟ بصور للاجانب بيصوروا الكسوف، انا مختلف اعمارهم ومختلف سنهم واماكن، يعني بتلاقي ناس يعني ممكن رماد في الصحراء عشان توصل للكسوف. في شمس. في شمس؟ طب ما هو ده وقت الكسوف الجزئي. ده وقت الكسوف الجزئي. الكم خلاص لكنك في الليل بالظبط تظهر بس الهاله الشمسيه في السماء كده. تمام؟ فالناس بره بتهتم جدا. اي منطقه بهذه الصوره؟ نعم؟ اي منطقه راح تكون؟ ولا في الجنوب؟ بتاع السماء؟ هقول لك دلوقتي. تعالى نتكلم عن كسوف الحرارة ان شاء الله هيعمل في قطر يوم 26 ديسمبر باذن الله. هيبقى يوم الخميس 26 ديسمبر. ده مسار الكسوف على مستوى العالم كله، هيبدا من الجزء الجنوب الشرقي للسعوديه، بعدين هيقطع في جنوب قطر، بعد كده في الامارات وعمان، وهيمتد يمتد لحد من الثانية. يعني هو برضه عمال ايه ده؟ الله اكبر، كله بيستعد. كله صح؟ كله بيستعد. اي مكان على فكره الكسوفات ديت الناس بتعدلها تلاقيها في سنه واثنين، يعني كان في كسوف حصل في 2019 في امريكا سموه الكسوف العظيم. الكسوف العظيم ليه؟ لانه قطع كل ولايات امريكا تقريبا. يعني عدى الكسوف الكلي دوت تقريبا في معظم ولايات امريكا، فكان مسميينه الكسوف العظيم. وعاملين له دعايه من قبلها بثلاث سنين. شكرا. ثلاث سنين قبلها دعايه، وعلم استاذ الكسوفات على مستوى العالم كله اسمه فريد من امريكا. يعني معروف هو لو بعت من الناس هتروح. هو كان عامل الدعايه دي وينظم حاجات ويبعت مستوى العالم. كأنه كاس عالم. كأنه أكثر من كاس عالم. وناس كتير جدا راحت طبعا، ناس كتير جدا جدا راحت. يعني بيتحرك بالليل يعني. ايش؟ بيتحرك بالليل. ايه اللي بيحصل في الليل؟ خلاص انت بقى ما تسالش حاجه بعدها. كسوف يا حبيبي، ايه بيحصل؟
الكسوف بيت النار. إنما الكسوف بيت الليل. نعم. طيب بس نكمل بعد كده العجز ده الكسوف اللي هو المنطقة الخليجة المطلقة طبعا الأحمر دوت بيسموه مسار الكسوف الحلق الأحمر بيسموه مسار الكسوف الحلق يعني أي مكان هيقع في المنطقة الحمراء دي أو الخطين دول الخطين الحمر دول هيقع عند كسوف حلق وأي مكان هيقع بعد كده مقدار اللي هتغطاه قوس الشمس هيختلف من مكان لمكان يعني الخط دوت هيبقى 90% تقريبا اللي هو تقريبا في نهاية الشمال في الضهر يبقى 90% الخط ده يبقى اي منطقه تقع في المنطقه دي يعني الشرقه مثلا هتبقى عندها 85% 80% دي نسبه الكسوف الجزئي اللي هو الجزء اللي هيتغطى من قوس الشمس هيختلف من منطقه الثانيه تمام هيختلف من مكان لاخر زي ما احنا شايفين شمال وجنوب اللي هو مسار بتاع الكسوف الغربي كم دقيقه هنتكلم دلوقتي عنه هنتكلم بس بشكل جدا اللي في العالم كله بعد كده المنطقه هنتكلم دلوقتي عن القطر ده شكل الاماكن اللي هيحصل فيها الكسوف وطبعا قلنا ان هو الكسوف نادر جدا لانه هيقسم هيحصل القطر على شكلين الشكل الشمالي هيشوف الكسوف جزئي الشكل الجنوبي هيشوف الكسوف حلقي الجزء اللي هو الاحمر الداكن ده كل المنطقه دي هشوف الكسوف حلقي وهتختلف مدة الكسوف من مكان لمكان، هنقول دلوقتي أفضل أماكن إيه. والجزء الشمالي دوت هيشوف كسوف إيه؟ جزء تمام؟ طيب. طبعًا ده الكسوف الجزئي قلنا إن أقصى مكان في قطر في شمال قطر هيشوفه تقريبًا 90% من الشمس من حالة الكسوف الجزئي. والكسوف هيحصل الساعة كام؟ الشمس هتشرق وهي في حالة كسوف. الساعة 6:17 دقيقة مع شروق الشمس. الشمس هتكون فيها كسوف جزئي. بعد 17-18 دقيقة من شروق الشمس هيبدأ نشوف الكسوف الحلقي. يعني 6:35 دقيقة. ده في بالنسبة للجزء الايه؟ الجنوب. وطبعا في الدوحة هيتغطى سطح القمر تقريبا بنسبة 95% سطح الشمس. القمر هيغطي سطح القمر بنسبة 95%. ايش؟ ظلام هي تقريبا يعني هو في اليوم ده النقطه تكون ايه؟ الميل هيتاخر شويه لان الشمس هتشوف في حاله ايه؟ كسوف فجزء الشمس هيبقى تقريبا بالظبط المفروض الواحد يصلي بالك وينتظر الاماكن اللي هتشوف منها هل الشمس ليش؟ هل برضه بيحصل هو الحرق ده برضه 2 مليون برضه نفس لا هو الحرم ما بقاش 2 مليون، الحرم دي انت بتشوف قرص الشمس دايما، لكن في اللي هو الكل ايه؟ ايوه لو في اي وقت درجة الحرارة الثابتة بتاعتك ايوه ما بتتغير ما بتعتمدش على مالهاش دعوة بالحرم الجزء الجنوبي دوت هيشوف الايه؟ هيشوف الكسوف ايه افضل الاماكن اللي احنا المفروض ان احنا نشوفها؟ طبعا عملنا دراسة طبعا نظرية ولكن طبعا لازم نروح عشان الشروق هيشكل الكسوف هيحدث مع شروق الشمس لازم الافق الشمس قدامك تكون مفتوحه مش اي حاجه قدامك مش اي حاجه تعيق الرؤيه بالنسبه لك فاخترنا بعض الاماكن كانت افضل الاماكن تقريبا ابو صبره وطبعا مننا المسعيد ودخان كل الاماكن ده فيها كسوف حلقي ولكن افضل الاماكن هي ايه؟ كورنيش هيبقى فيه كسوف جزئي ويعني حلقي ثواني مش هتقدر تشوفها اصلا يبقى تقريبا 96% من قوس الشمس متغطى على الكورنيش وان شاء الله يكون في تسارع على الكورنيش لنظم الكسوف تعامل الناس يعني باذن الله. طبعا ديت كل مكان خط الطول وخط العرض بتاعه الكسوف الحلقي هيبدا عنده امتى؟ والفتره الزمنيه اللي هي هيبدا الشمس متغطيه فيها الكسوف حلقي يعني في مثلا في ابو صمره هتبقى تقريبا 3 دقائق دقيقتين و59 ثانيه مثلا سعيد دقيقتين و13 ثانيه دخان دقيقه و56 ثانيه دول بالثانيه هي 56 مش دقيقتين مش ثلاث دقائق دول بالثانيه لان لحظات الكسوف تبقى لحظات مهمه جدا جدا بالثانيه يعني احنا في كسوف 2009 في الصين كان فريق فرنسا على المستوى العالي من فرنسا ومن اليونان ومن روسيا ومن بلد في المستوى العالي كان واحد ده بس يعد الايه؟ يعد الثواني ثانيه اثنين ثلاثه عشان الناس اللي بتقصد كل ثانيه لها شرط معين كان واحد بس تايمر واقف بس يعد الثواني يقول لك عدى ثانية، اثنين، ثلاثة، أربعة، كده. طبعا إيه الكسوفات اللي هنشوفها إن شاء الله في قطر في الفترة القادمة؟ أول حاجة الكسوف اللي هو هنشوفه في
2019 في ديسمبر. في كسوف السنة الجاية إن شاء الله هيبقى جزئي في 21 يونيو. في كسوف إن شاء الله في 22 هيبقى جزئي برضه. وفي كسوف إن شاء الله في 27 هيبقى جزئي. لو حابين نتكلم عن عمره خالد تكلم؟ عمره خالد ده رايح إن شاء الله للتيم الخاص. بشكل مبسط كده. بشكل مبسط خالص العبور زي ما يكسوف بالظبط. بشكل مبسط عشان بس خالص يا شباب. بشكل بسيط خالص العبور زي ما يكسوف بالظبط. كوكب مطارد بيقع ما بين الارض والشمس. حاجه عشان كوكب مطارد قريب من الشمس اللي بيحدث. عشان عطارد قريب الشمس هيبقى لنا في نقطه صغيره بتتحرك على كرسي الشمس. المسافه بتلعب دورها عشان القمر قريب لينا عشان كده يقدر يغطي الشمس. لكن عطارد عشان قريب للارض للشمس وعطارد قد القمر مئات المرات. ولكن عطارد هنشوف بتشوف النقطه الصغيره دي وعطارد هيتحرك على كرسي الشمس على جنب الزهره بالعين صعبه لأنه عطارد صغير جدا وقريب للشمس خلينا نشوفه صعب. ولكن بالكسوف نقدر نشوفها او نعمل حاجه اسمها اسقاط. هنشوف دلوقتي يعني ايه اسقاط. طبعا العبور دوت بيحصل في كوكبين اثنين بس كوكب عطارد وكوكب الزهره. ليه؟ حد يقدر يقول لي ليه؟ لان مدارهم بيقع ما بين مدار الارض والشمس عشان كده بيحصل عبور لهم هما الاثنين. طبعا عطارد بيبقى اصغر من الزهره فعشان كده طبعا بايه؟ بنشوفه صغير. عبور عطارد بيحدث من 13 ل 15 مره في القرن. عبور الزهره بيحدث تقريبا كل 100 سنه. اخر مره حدث عبور عطارد كان في 9 مايو 2016. واحسن مره كان ان شاء الله في نوفمبر 2032. طبعا برضه من الظواهر الاهم اللي احنا برضه ايه؟ لازم نهتم بيها. طبعا بنعمل حاجه اسمها اسقاط لقرص الشمس هنشوفه دلوقتي ازاي. طبعا دي الاماكن اللي احنا عندها عبور عطارد. الجزء دوت ده السنة ايش؟ ده عبور السنة السنة الاثنين الجاي بقول الاثنين القادم يوم الاثنين القادم الاثنين القادم ده طبعا الاماكن اللي هتبقى في المنطقه ديت هتشوف العبور مع غروب الشمس. والاماكن اللي هتبقى في المنطقه ديت هتشوف كل العبور وراحوا خمس ساعات تقريبا. والمنطقه اللي واقع في المكان دوت هتشوف العبور مع غروب الشمس. ده خريطة العالم هي اي من طبعا الاماكن مش هتشوفها عبور لان شرق افريقيا غربت عندهم اصلا اللي هي شرق اسيا. عندنا احنا هنا هنشوف تقريبا لمده الساعه وربع غروب الشمس. في المنطقه دي اللي في امريكا الجنوبيه والجزء من امريكا الشماليه هيشوف العبور كله كاملا من اوله لاخره خمس ساعات. المنطقه اللي بعدها كده اللي هي شمال امريكا الشماليه هيشوف العبور وكأنه ايه مع شروق الشمس. وقت العبور قلنا ده هيبدا الساعه 3:35 دقيقه مساء وهيدخل عطارد هيدخل على قرص الشمس من الجهه الشماليه الشرقيه. وطبعا عشان نقدر نميز فيه بيبقى في حاجه اسمها بقعه شمسيه. عطارد بيبقى مميز عنها ان هو دائري واكثر في اللون الاصفر يعني. طبعا طرق رصد العبور اول حاجه من خلال التلسكوبات. بس التلسكوب لازم يكون عليه حاجه اسمها فلتر. شايف الفلتر ده؟ فلتر الشمس ده بيحمي اشعه الشمس. ممكن ابص بعيني على طول من التلسكوب اقدر اشوف عبور عطارد بالشكل دوت. شايفين الراجل هنا كمان؟ يعني في فلتر على التلسكوب وهو لابس كمان مطرقه. ماشي. عشان يحمي عليه خايف. يعني ممكن في لحظه لو موجوده ان شاء الله يبقى في اكثر من تلسكوب في قطاره. الحديقه المقابله للقطاره ديت في حديقة دبة عالية. هيبقى في ان شاء الله في المكان ده اكثر من تلسكوب مشاهدة العبور باذن الله. ممكن نعمل حاجة اسمها اسقاط. نجيب التلسكوب كده بدون اشعة بدون ما نحط فلتر ونحط الكرتونة تحته. قرص الشمس هيتعكس على الكرتونة ديت هنقدر نشوف عطارد وبيتحرك على الايه؟ على الكرتونة موجود ان شاء الله. وممكن نستخدم تلسكوب وفلتر وكاميرا نصوره وبناخد له صور وهو بيمر امام قرص الشمس. طبعا الخلاصه ان احنا اتكلمنا عن مدار القمر بيميل عن مدار الارض
وقلنا ان الكسوف اربع انواع، وقلنا ده مسار الكسوف، وقلنا الكسوف هيتشاف في النصف الجنوبي للدوري القطري شكل كسوف حلقي، في النصف الشمالي هيتشاف كسوف جزئي، وقلنا افضل الاماكن ديت، وقلنا طبعا عبور وطارد، وقلنا طبعا دي الاماكن اللي هيتشاف منها وطارد، وده طبعا ده كنا في 2016 واحنا في مصر كنا عملنا اسقاط بالتلسكوب ورصدنا عبور كوكب عطارد بالنقط الصغيره ديت اللي هي عطارد في كل وقت، ده الوقت اهو ده كان مسار عطارد بالنسبه للشمس في العبور اللي هو حدث في شهر مايو 2016 ورصدناه. شكرا لله. طبعا اي اضافه معلومات او معلومات اضافيه عن علم الفلك ممكن ان احنا نتبعها من خلال اللي هي مجمع الشحاطون الاقتصادي صفحه 5، ممكن من خلال جرائد على طول بننشر الاخبار عن بركه زي ما خبر في كل الصحف، وكل يوم بننشر اخبار او اخبار فلكيه هامه بننشرها في الصحف عشان الناس طبعا يصبح عندها ثقافه فلكيه تهتم بعلم الفلك. وشكرا جزيلا.